تخيلوا من البارح باقين كيحفروا باش يجبدوا الدري. انا بغيت نعرف واش هادوك الناس كاملين تما ما كاينش واحد ضعيف قدر ينزل، لان السيد اللي نزل مسكين قال لك صافي وحال واحد الوقيته ما بقاش قادر ينزل وصافي مشى ليه تخنق وصافي رجع، واللي من فرقه الانقاذ اولا الوقايه هبط هو الدري حتى هو نفس المشكل. الوغ ما كانش شي واحد اللي ضعيف يقدر ينزل، واش من البارح هما كيحفروا وباقي ما وصلوش لهداك الدري مسكين؟ انا الاموال وداكشي اللي تخسروا في داك الكره وفي داك التخربيق الخاوي يجيبوا بيه ماتريال، يجيبوا بيه شي حاجه اللي تنفعنا، شي حاجه اللي في هاد المواقف نلقاو باش نقضوا طفل من البارح هو مسكين ملي يحسم في داك البير علم الله واش يلحقوه ولا ما يلحقوش. من البارح تخيلوا، من البارح الاكسجين ما كيكونش تماك مزيان، تخيلوا الا واحد كبير هبط تما تخنق صافي واحد لقيته ما بقاش قادر اللي يهبط العمق بزاف مشى ليه الاكسجين وسخف، اللي من الوقايه على اساس راه كيكونوا مدربين. دري صغير جاي باغي مسكين يهبط، دري صغير جاي باغي يهبط يعتق الدري، والناس كبار كيتفرجوا، كلشي كيتفرج، كلشي واقف كيتفرج، ما كاينش شي حد ضعيف فيهم ياخذ زعما ديك المسؤوليه ديال انه ينزل يغامر بحياته ويعتق الدري، حيت راه هذيك البلاصه كتبغي شي واحد اللي ضعيف ويقدر ينزل. راه هذوك الوقايه وداك الشيء غيساعدوه، ولكن خاص البنيه ديالته اولا الجسم ديالو يكون ضعيف باش يقدر يهبط مع دوك الجوانب وداك تل تحت. زعما عرفتوا الليل كامل وحنا تندعيو يا ربي تقوم مسكين، ديجا وقيلا الدري مسكين مجروح والاكسجين تيكون التنفس تماك صعيب. فقنا الصباح على اساس يا ربي تكون شي خبر، يا ربي تكون شي نتيجه، يا ربي تكون شي حاجه. باقين لايفات لايفات، كلشي شاد لايف باش هانتوما شحال من واحد كيتفرج، حتى واحد مقدر ينزل زعما يعتق الموقف. انا بعدا شو شحال هما كيحفروا، ما عرفتش واش كنتوما دابا واش نتوما غتبقاو تحفروا هذاك الجبل كامل وهذيك الروينه كامله تتوصلوا لذاك البير اللي الدري فيه؟ هذا هو زعما الحل دابا النورمال هكا غادي تعتق الدري، ولا الدري ما قدرش يصبر حتى لهذاك الوقت اللي نتوما غتحفروا هادشي كامل باش يبقاو متبعين شي حد بالكاميرا وبالكلشي ويجيبوا الاكسجين ويهبط شي حد داير الاكسجين وينزل يغوص تحت عند الدري؟ ما كاينش، ما فهمتش انا واش حنا باقي ما واصلينش ما متقدمينش، واش حنا باقي ما شاريينش دوك الماتريال اللي الفلوس تيتخسلو في الخوار الخاوي ديال الكره التافهه اللي ما تجيبنا حتى شي حاجه غير الاعصاب، فعاود ما يجيبوا ماتريال ويهيئوا نفسهم لبحال هاد المواقف. الله يستر، فيضان، زلزال، كوارث طبيعيه، دري طايح دابا في بير من البارح، من جوج العشيه ديال البارح، من النهار ديال البارح حتى اليوم، حنا دابا الرابعه هادي وباقي الدري كيقلبوا بنين يحفروا باش يدخلوا يوصلوا لذاك البير. اولا هذيك الوقايه وهذوك الناس اللي تماك راهم اللي مسؤولين يديروا هذا الشيء، ما خاصش المتطوعين يجيو. ومع ذلك جاو متطوعين لدرجه دري صغير متطوعي قال لهم انا ننزل، قال لهم انا ننزل حيت الناس جالسين تيتفرجوا، قال لهم انا ننزل. لقيت داك الفيديو كيفاش نحطو لكم، نحطو لكم، قال لهم انا ننزل لان الناس راه كيتفرجوا، انا نعتق الموقف قبل ما يموت داك الدري ويبداو يقولوا ان لله مسكين مات الله يرحمه. مني ولي دري صغير داروا معاه استجواب قبيله جاي من شاون ولا ما عرفت منين باغي يهبط هو في بلاصه دوك الناس اللي واقفين تيتفرجوا، ما بقى ما يتقال، ما بقى ما يتقال. الرجوله ما عندها علاقه لا بكبير ولا بصغير، طفل صغير جاي باغي يعتق الموقف وباغي يعتق ديك الروح ودك الدري الصغير، والعالم كله واقف تيتفرج، كلشي شاد التليفون وكلشي بقى هرينا باللايفات. اللايفات فين ما تحلي تلقاي اللايف، ولكن الحل واش تعتق الدري كتدخلي تشوفي كتلقايهم باقيين تيحفروا. ودابا تخيلوا معايا شوفوا شحال كيحفروا من البارح تيوصلوا لذاك الدري، وعلم الله داك الدري واش غيصبر هذا الوقت كامل، من جوج البارح، من جوج النهار ديال البارح حتى اليوم. راه دري صغير راه مسكين، راه تلقاه حتى هو كيقاوم، وعلم الله حالته كي دايره. يا ربي مهم دعيو معاه عافاكم، راه كلشي دابا داير هاشتاغ ريان، اعتقوا ريان، انقذوا ريان، والعالم كامل ساق الخبار. وهاد اللي هنايا جالسين تيتسناو حفر، ها لا راه احترقتكم تتحيدوا داكشي بشويه عليكم الدنيا هانيه، وباش ينزل شي واحد ينزل شي واحد ويغامر بحياته كاع، ما عندكش الاكسجين نجل، حيت نورمال خاص يكون عندك من داك الاكسجين اللي غتهبطوا بيه، تكون دايره في نيفك وداير العيبات الماسك وكلشي وتنزل وتعتق الدري. نازلين بلا اكسجين سي نورمال غتغوص لتحت غادي تقطع لك التنفس سي نورمال. وتخيلوا دابا الدري صغير مخشي تماك علم الله التنفس كي داير عنده، لا اله الا الله. زعما في هاد المواقف تتشوفي ان حنا فين واقين واصلين.
وخاصهم يعتقوا الدري جالسين تحفروا على راحتهم فين ودنك ها هي عاود ما يعتقوه وينزل شي حد يغامر براسو وينزل داك البير ويشوفوا كيفاش شي واحد ضعيف اللي يقدر ينزل يسلك من تما من دوك الحواف وينزل في داك الغمق وينزل باقي تيتسناو ولا اجي نحفروا من جهه اخرى بقاو تتحفروا تتساليو الحفير الجبل كامل حفروه تتوصلوا نتوما لداك البير علم الله الدري واش غيصبر هذا الوقت كامل شد لامير زعما نو كومنت ما كتلقاي ما تقولي في هاد المواقف شو شحال ديال امه لا اله الا الله كتفرج تحت فيهم ما ضعي هو فيه يقدر ينزل جيبوا له غاديك الاكسجين نهبطوه وبقاو متبعينو وشادينو راه غيهبط تلقى واحد يكون ضعيف لان داك البير وداكشي قال لك الدري اللي هبط اللي مسكين تطوع ما قدرش واحد لقيته جنابو صافي وحلو ما قدرش كيفاش يهبط ديال الوقايه هبط ولكن قال لك واحد لقيتها صافي غيب لان مشى ليه الاكسجين صافي التنفس ملي كيمشي الاكسجين صافي راه سنه غير خصك تكون معبط معك اصلا الاكسجين يا ربي نسمعوا عليه شي اخبار اليوم يعتقوه يا ربي راه شويه غيظلم الحال وغيوليو عاوتاني واحدين تماك ما انا ما فهمتش والله ما فهمت عاوتاني ما كتبقى عندك ما تقولي حيت كتقولي الا قلتي غتقولي شي حوايج اللي غيديوك ورا الشمس الله لا عيب وحشومه وعار هادشي كاع يا ربي الله عرفتو منين نتوما كيحفروا هادشي منين نتا كل ساعه كندخل نقلب نشوف نلقى شي خبر كنلقاهم باقيين كيحفروا انا ما فهمتش واش كيحفروا في بلاصه اخرى ولا اش كيحفروا جبل غير يبو ولا اش كتحفروا بغيت نفهم